بسم الله الرحمن الرحيم. أنا سعيد جدا بتواجد مع أنا بعتبرهم يعني نقابة المحامين أو المحامين بالكامل، هم الدستور، هم الوطن، هم المنسقين للوطن بالكامل. النهاردة تواجدنا مع بعضنا بيشرف الأكاديمية طبعا إن هي تبقى حاضرة مع أفضل ما موجود، مفروض أنه أفضل ما موجود في الشعب من ثقافة، وخاصة الثقافة القانونية، لأن دولة بدون قانون لا توجد دولة. فأنا قاعد ولله الحمد مع القانون كله، وأنا أتوقع بمشيئة الله تعالى في الفترة القادمة بيكم وليكم مصر هتبقى أفضل. وإحنا شرفني طبعا أن أنا موجود ومعانا أحد رجال الذين ساهموا بشكل كبير جدا في وضع نقاط هامة في البلد، ولنا الشرف ان موجودين مع نقيب المحامين تمام استاذنا الاستاذ سامي حشور، وهو ده فخر لنا طبعا. النهارده هتكلم عن حاجه واحده بس يهمني ان اتكلم فيها. طبعا انا بعتذر ان انا ما كنتش محضر، لان الدكتور محمد سعيد للاسف للظروف الطريق هو اتاخر ما جاش، لكن هنركز على حته مهمه جدا هي الفتره القادمه. الفتره القادمه فترة هامة جدا 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 للتنمية والتحرك للأمام بالعمل. أفتكر أن أفضل من يحرك البلد هم المحامين، هم رجال القانون، حضراتكم بالعلم وثقافتكم والقوانين تمام، هنقدر أن احنا نعمل منظومة نحرك بها الدولة من خلال الفكر القانوني السليم إن شاء الله بإذن الله تعالى. وعندي ثقة في ربنا كبيرة جدا وفي حضراتكم ان على مقربة قريبة جدا من الوقت هنلاقي ان شاء الله تعالى نقابة المحامين برجالها حاطين قواعد كبيرة جدا ترجع الدولة لدولة القانون الى ما صفها الحقيقي. النهاردة انا عايز اطلع يطلع المحامي من كليته يبقى عنده ثقافة. دي ازاي؟ نقابة المحامين انا عارف ان فيها فكر كبير جدا هتنفذه. يشرفني ويشرفني مرة واثنين وثلاثة ان انا اكون واحد من اللي هيحاولوا يساعدوا، او معنى صح هيحاول ان انا اقدم افكار، لان انا واحد منكم، يعني احنا واحد من شعب المحامين هم كل الدولة، واحنا معاكم بنحاول نقدم فكر، نقدم مشورة علمية او فكرية، لان احنا بنشتغل كأكاديمية بيشتغل بشكل في كله اكاديمي، يعني في علم في فاحنا هنحط الكلام ده في مشروع. وبعتذر تاني ان انا مش بحضر فبقول كلام ارتجالي، لكن في الاول والاخر انا عارف ان احنا ان شاء الله باذن الله تعالى على مقربه كبيره جدا من ان احنا هنبقى باذن الله تعالى احسن الدول واحسن المنظمات الدوليه اللي هتعملها بالنسبه للمنظمات الحقوقيه ان شاء الله باذن الله تطلع كلها من نقابه المحامين ومن رجاله المحامين، وبالتوفيق ان شاء الله وشكرا جزيلا.